الحين صوت واضح؟ اي لو تغني بعد احسن. لا اغني، حاضر حاضر اغني لك. واحد يحب مثلا هواية الطيور وشرى طير ب4000 دينار، ايش رايك فيه؟ والله هو هوايته يعني تأيد هالناس اللي كذي. على كيفه، على راحته، فلوسه حلاله. يعني مثلا البعض قال والله هذا سخافه، وبعض اللي يسوي كذي ما عنده سالفه، انت ايش رايك فيهم؟ والله كل يعني واحد تأيد هالناس. يعيد الناس اللي عليه هوايته، اوكي ماكو مشكله. حلو. وراهي على كيفه، على راحته. بس مو راح ياخذ قرض عشان يشتري جوتي ب 3000. لا قوية هذا، ياخذ جوتي في ناس يسوونها مال تاخذ جوتيه بعدين عقب ما ياخذ ال 3000 قرض ويشتريه، تاخذ جوتي وانت على الخط السريع ماشي 160 تحذفه كذي، شوف ايش يصير فيه. ما تحذفه، سجل معاك صندوق المعسرين. حلو. يعطيك العافيه اخوي نايف. اخوي نايف الاغنيه الجايه حق الفنان مشعل العروي. اسم لا. الاغنيه لا لا يوسف المطرف، عفوا يوسف المطرف. ليش يا محبوب؟ الاغنيه الجايه حق يوسف المطرف ليش يا محبوب، اهداك حق منو؟ حق خالد العنزي وشجون الصقر. يستاهلون يستاهلون، وانت تستاهل بعد عزيز وغالي. مشكور مشكور اخوي نايف، ما قصرت، وان شاء الله تواصل معنا حلقات جايه. يوسف المطرف، فنان راح يوسف المطرف، ليش يا محبوب عن عيني تغيب. واحد واحد تك 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 تك. الو الو يا الو مرحبا. ها لا فصلاني فصلاني، هذا علي رقابه ترى التليفون يا جماعه، ديروا بالكم. كيفك يا علا؟ اهلا محمد، اهلا، عرفته والله محمد بعلبكي. بعلبكي حبيب قلبي. هلا والله، هلا حبيبي، ان شاء الله دوم هالضحكه يا ربي. هلا لو سهلا محمد، كيفك؟ هلا بالشباب. شو اخبارك؟ والله تمام ماشي الحال. شايف شو رايك؟ مفاجاه الك.
كتر خيرك ميرسي. حبيب قلبي كيفك انت؟ والله تمام مشتاق لك. محمد شو هواياتك؟ محمد شو هواياتك؟ هوايتي القص والفن لحلاقة يعني. لحلاقة. طيب يجي يوم هيك بيقول لك يا استاذ محمد في موس ب 10,000 بس محمد دولار كيف؟ محمد قسمنا على صوت التلفزيون الله يخليك. اوكي شو عم تقول لي؟ بقول لك انت هوايتك القص والفن الحلاقه مش هيك؟ ايه. طيب هلا في مثلا شركه انت من هوايت يعني المقص، بما انك هاوي حلاقه بتحب المقص والموس. ايه. بيجيك حمد ببيعك حمد كله حمد كله قطعه سعره 3000 دينار بتشتري؟ لا ما بيشتري. ليش انت هوايتك هاي؟ لا مو مو شوف شوف محمد، مو انا اللي بعتك مثلا مقص اول مقص مثلا او ثاني مقص سنه 1903 مثلا اول مقص هذا سعره 3000 مثلا تروح تاخذه وتعلقه مثلا بالمحل؟ ليش لا ما تاخذه اذا اوكي بيجيب لي شغل. ايه يجيب لك شغل يقول لك هذا اول مثلا هالمقص هذا صار له 10,000 سنه واول حلاق حلاق البيكاتشو. والله بروح بجيبه. يعني ما عندك مشاكل تدفع. مين بيكاسو؟ انا احسن منه. كفو. ايه عيني عليك عيني عليك بضايا عيني عليك حبيب قلبي حمود. والله حبيب قلبي عملت لك يا مفاجأة شفت؟ حبيب قلبي حبيبي ما قصرت مشكور يا الغالي. حبيبي بدي اهدي الغنية بعدين نحط الغنية لازم تستقبلوا لي اياها. يلا قول لي شنو اهدائك؟ غرقانة. غرقان مالت منو؟ مالت راشد الماجد وحسين جسمي. غرقان مالت راشد الماجد وحسين الجسمي ان شاء الله نبي لك اطلبك يا محمد. بهديكم اياها الكون. مين اللي مغرقك يا محمد؟ والله وحده بتعبتني كثير. يلا حمود يلا. الله بعينك الله بعينك. طيب محمد الاغنيه الجايه حق سلمان حميد بالهداوه تهديها لمين؟ بالهداوه يا محمد. بهديكم اياها الكون لتلفزيون الشهد وللانتاج احسان منتج احسان. وبهديها للماما فاطمة وبدر وهبة ولكل اللي عم يسمعونا. حبيبي شاكرين لك حياك الله. شاكرين على اتصال مشكور. الله معك محمد. مشكور محمد. اتصال الشراحة فاجئني هذا. مفاجئ. يلا أغنية مقصي بالهداوة ونرجع بالهم بالهداوة وما أعتقد بالهداوة. يلا شوية شوية وشوف بس وصل